المباراة الأخيرة في الفرش العيش الملكي. الحمد لله بعد الفحص بالأشعاعات الحمد لله ما كيعانيش بشي من إصابة خطيرة، كان ارتجاج خفيف في المخ. الحمد لله إن شاء الله يلتحق بالزملاء ديالي اليوم غدا إن شاء الله للتدريب. بالنسبة لساخو كان التواء على مستوى الأربطة ديال الركبة اليمنى ديالو، كيلتحق الحمد لله بالكهرب. حتى هو إن شاء الله الأسبوع المقبل حتى هو يلتحق بالتدريب. الشباب العمري حاليا دابا التحق بأكاديمية الرجاء، كنمارسو حنا معاه حاليا في المرحلة الأخيرة ديال العلاج. مباشرة بعد غادي التأهيل الجزائري باش إن شاء الله يكون حتى هو واجد مع الفريق إن شاء الله في العودة ديالنا من جنوب أفريقيا. الحمد لله كان اللاعبين كلهم مزيانين، باستثناء بودا اللي حس في هذا الأسبوع ببعض الألم على مستوى الكاحل ديالو، الحمد لله عنده ضعف حتى هو. إن شاء الله كلشي اللاعبين كلهم إن شاء الله يكونوا معنا في الرحلة الإفريقية، باستثناء بن عمري اللي في المرحلة الأخيرة ديال العلاج.